أختي الغالية، ركزوا معي، نقص فيتامين بي واحد اللي هو شنو اسمه الثيامين، إذا نقص بجسمك راح تطلع أعراض. خلي أقول لك إياهم. رقم واحد، حور بالعين، يعني عين سيدة والعين اللي يمها شوي مايلة، وأيضا عندنا العين وايد تنشف وما فيها ماي، وأيضا عندنا الريل تتورم. يعني شنو؟ يعني تخيلوا هذا الساق لما نضغط عليه ونوخر يدنا تظل في خفسة. وأيضا عندنا ارتجاع بالمريء يا جماعة، وأيضا عندنا خطوط بالعرض تصير بالأظفر، وزائد تصير خفسة مو بالطول، لا تصير بالعرض. هل تعلم؟ والله ما تعلم. لو تعلم كان ما تروح البوفيهات وتخش برتقال بمخباتك. من أفضل مصادر الفيتامين بي واحد عندنا الخميرة الغذائية، وأيضا عندنا البيض، وعندنا كبد البقر أو كبد الخروف. هل تعلم؟ والله أدري، والله ما تعلم. هل تعلم نقص فيتامين بي 2 وبي 3 شنو ممكن الأعراض اللي تشوفها؟ أول شيء كعب الريل وايد تنشف وتتشقق، نفس الأرض اللي جفت ما فيها ماي، شلون تشققات بالضبط. وأيضا عندنا طفح جلدي، وأيضا عندنا تشقق بالطرف الشفايف يا جماعة، وأيضا عندنا قرح بالفم باللسان، وتصير عندنا نقط بيضة بالشفايف، ولكن من الداخل لما نسحب البرطم راح نلقى نقط بيض يا جماعة. وأيضا عندنا تساقط بالشعر واحمرار اللسان، وأيضا عندنا احمرار العيون. هل تعلم؟ والله ما تعلم. شلون تبي تعلم وانت ربعك لما يتعشون برا دايما تيهم آخر الوقت؟ ليش؟ عشان تاكل بلاش وما تدفع معاهم. أكيد ما راح تعلم. من أهم المصادر الخميرة الغذائية، وأيضا عندنا اللوز والتونة والبيض يا جماعة. أنا قايل والله ما تعلم.